الشيوات لاله مولاتي عند زمن طنطان واللي هي اختصاصيه في الطبخ والحلويات، ونتعرفوا على اهم الاقتراحات اللي غادي توجد لنا اليوم. صباح الخير نزهه. صباح الخير اختي سناء. كي صبحتي؟ الحمد لله الله يبارك فيك، تمنى تكون على خير ان شاء الله انت والعائله. الحمد لله الله يطول عمرك، وتحيه لك والطاقم كله وكل اللي كيسمعنا وكل صديقاتي. إيه. ومبروك لخديجه ام ايمان راه شرفت المدينه ديالنا في الرصيديه. هادشي اللي كاين الحمد لله. الحمد لله وسعاد مشتوكه اتباعها وريحانه كمال، ومبروك الفائزين كلهم في البيضه المغربيه. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف نزهه من طنطان. مرحبا. وجدت جوج خفيفات، جوج حليوات خفاف. اييه اييه. جداد. وغنعاود لان كان طلبات كثير على بحلاوه، تبقى الوقت ونعطي بريوش خفيف لصباح العيد ان شاء الله. وقبل ما نبدا اختي سناء، بالنسبه للحلوه ديال الخاله اتصلوا بيا الصديقات وكيسولوني على الخمارات الحلوه. إيه؟ انا ما عقلتش واش قلتها ولا ما قلتهاش، هي راه فيها جوج الخمارات ديال الحلوه. جوج خمارات الحلوه. إيه، ولا كان ممكن نعاود بعجاله المقادير. إيه تفضلي واخا باش نذكروا بالحلوه. إيه، غريبه ديال الخاله. عندنا 6 ديال البيضات. إيه؟ وكاس ديال العنبات سنيده. غنضربوهم بيدينا في قصريه ونزيدو كاس لاروب ديال الزيت، كاس مع عمر ديال الزيت، وحنا كنخلطو بيدينا ونزيدو واحد ربع كاس ديال المزهر، دائما كاس العنبه غير ربع كاس المزهر، وحنا كنضربو ديما بيدينا، وكاس ديال الكوك ما مطحونش عادي، كاس ديال الكوك، وكاس ديال الكاوكاو محمر داك الصغير محمر ومطحون بالقشره ديالو، وكاس ديال الزنجلان محمر تا هو ومطحون، وكاس ديال الزبيب مقطع طريفات صغار، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. كنخلطوا هاد العناصر كلها وكنضيفوا جوج الخمارات بالحلوه، كنأكد جوج ديال الخمارات فيها، ومن بعد غادي نجمعوا غير بواحد شويه ديال النخاله، ما تكونش محمره، نخاله عاديه ما نحتاجوش بزاف النخاله، غير شويه اللي غيجمع لينا كتكون مرخوفه شويه، وكنغمسوا يدينا في مزهر، وكنفندوا هاد الحلوه كنديروها كويرات، وكنفندوا الوجه ديالها في سكر كلاصي، كنديروها في الفران كيكون سخون من قبل، وكنبعدوا بيناتها باش ما كتلصقش، غير من الفوق او ثاني من تحت، واللي عندها الفران كيشعل من الفوق ومن تحت من الاحسن تشعلهم بجوج مره واحده باش تطبق. واخا الله يعطيك الصحه. دي بالنسبه للغريبه ديال النخاله، واخا نعطي واحد صابلي هو خفيف وكيلاق العديد من الاستعمالات، يعني انا غنعطي غير العجينه والسيدات غيشكلوا، يعني غيبدعوا بالطريقه ديالهم. عندنا ربعه ديال الزبده، اما مارغارين اما عاديه، ربعه ديال الزبده وربعه ديال السكر كلاصي، وكاس ديال العنبه الكبير ديال الزيت، ونص ربعه 125 غرام ديال الكوك مطحون، نص ربعه ديال الكوك، وثلاثه ديال ساشيت فاني ثلاثه. هاد العناصر كلها، ربعه الزبده، ربعه السكر كلاصي، كاس العنبه الزيت، 125 غرام ديال الكوك، وثلاثه ديال الفاني، كنحكوهم بالباطن ديال اليد حتى كنحصلوا على بوماطا. ندعكم بالكف ديال يدينا ياك. الزيت مزيان، كتخلط لنا الزبده والسكر كلاصي والزيت والكوك، كيعطينا واحد البوماطا. من بعد غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الغبره ديال الكريم باتيسير، غير الغبره. واللي ما عندهاش تستعمل الفلو ديال الفاني، صاشيه ديال الفلو عادي. اييه. اللي ما عندهاش يعني اما معلقه كبيره ديال الغبره ديال الكريم باتيسير، اما فلو عادي. هذاك ديال درهم. ديال درهم العادي، يعني فاني ديال درهم. من بعد غادي نزيدو جوج ديال البيضات كاملين، وجوج صفار البيض، يعني غنحتاجو ربعه. جوج بيضات كاملين بالصفار بالبيض، وجوج صفار البيض، ودائما مع الخلط، حنا كنبقاو نخلطو بيدينا. من بعد غنضيفو 100 غرام ديال النشا، 100 غرام ديال النشا. وكان ما فيهاش هذه، راه ما فيهاش الخميره باش السيدات ما يسولوني. ايوه ايوه ما فيهاش الخميره هذه، وغادي نجمعو بالطحين. 100 غرام ديال النشا تقريبا شحال جهد، شحال معلقه يعني كتهزي بها؟ تقريبا غادي تقريبا كاس ديال العنبه، كاس ديال العنبه، ثلاثه معالق كبار ولا كاس ديال العنبه تقريبا. يعني النشا ماشي مشكل، انا عطيت غير 100 غرام، ولكن اذا كان اكثر ولا اقل ما عليه والو. يعني كاس تقريبا ديال العنبه ولا ثلاثه معالق كبار. كبار. وغادي نجمعوا بالطحين تقريبا. ما غاديش نكملوا كيلو لاروب، كيلو ما غاديش نكملوا كيلو لاروب 800 غرام بحال هكا. حتى كتكون لينا العجينه شويه مرخوفه، ما تكونش قاصحه بزاف، راه السيدات عارفين صابلي. غادي نغطيو هاد العجينه بلاستيك باش ما كتشرب ليناش. من بعد غنقطعو بالطريف بالطريف، وحنا كنسرحو فوق طبله، اما بين جوج بلاستيكات، اما نرشو الطحين ونسرحو. والسيده الا كانت ناويه انها دير حلوه ملاصقه، غادي ترقق هاد لاباط ديال هاد الحلوه، غترققها وتقطعها بالمرشم اللي بغات. إيه؟ إلا كانت ناوية أنها ديرها وحدة وتغمسها في الشوكولات، ولا غديرها شوية غليظة. واخا حمت في المقا في الطريقة مازال ما عطيتيناش، نضيفوا لك الفاني وربعة، نص ربعة ديال الكوك مطحون حتى هو ياك؟ في العجينة. في العجينة ياك؟ واخا. عندنا ربعة ديال الزبدة.
غنديرهم في قصريه. اييه. وربعه ديال السكر كلاصي، يعني هاد العناصر كلهم غنرميهم في طقه واحده. ربعه ديال الزبده والزيت، ربعه السكر كلاصي وكاس ديال عند هاد الزيت، ونص ربعه ديال الكوك 125 غرام ديال الكوك، وثلاثه الساشي ديال الفاني. وثلاثه الساشي ديال الفاني. هاد العناصر كلها غادي نخلطوها مزيان بيدينا حتى كنحصلوا على بوماده. وبوماده شويه كتكون حرشه شويه بهذاك الكوك. غادي نضيفوا معلقه كبيره ديال غبره الكريم باتيشير، ولا ساشيه ديال الفاني ديال الفلو ديال درهم. من بعد غادي نضيفوا جوج بيضات كاملين وجوج صفار البيض، وحنا كنخلطوا ونضيفوا تقريبا كاس العنبه ديال النشا ونجمعوا في الطحين. تقريبا جهد كيلو الا رب قلتي لنا ما كاملش، تقريبا اما 750 اما 800 تقريبا. المهم راه حتى كيجمع لينا على حساب نوعيه الطحين واش كيشرب ولا كيشرب ولا لا. فعلا غادي نغطيوها بلاستيكه ونخليوها. من بعد ما غاديش تخليوها ترتاح، يعني غير نغطيوها باش ما تشربش. غنبقى نقطعوها بالطريف بالطريف، وحنا كنسرحوا كنرشوا الطبله بالطحين وكنسرحوها، ولا كنجيبوا بلاستيكه من التحت نديروا العجينه تسهل علينا ونسرحوا بالمدلك. كنقطعوا بالشكل اللي بغينا وكنطيبوها حتى كيتبهد اللون ديالها. الا بغات لاصقه السيده كما قلت راه كترقق العجينه، ولا بغات ديرها على شكل قلب وتغمس النص في الشكلاط الاسود والنص في الابيض راه غادي تغلط. اييه، ولا بالكونفيتور ديك الساعه كيبقى الاختيار ديال السيدات على وحده. انا راه استعملت هذه العجينه لان سولوني السيدات في واحد الحليوه دايره بحال اشاره المرور. يعني طويله شويه وفيها ثلاثه ديال الدوارات في الحل. انا استعملت المصم الطويل مستطيل طويل، واحد كنطيبو عادي والثاني كنثقبو تقريبا غير واحد غير شي غلقه ديال شي غلقه ولا ثلاثه، ومن بعد كنلاصقهم عادي بالكونفيتير. وحنا كنلاصقهم وكناخذ ثلاثه ديال الزليفات ندير فيهم كلهم الكونفيتير، وحده كندير فيها شويه الملون الصفر، وحده الملون الخضر، وحده الملون الاحمر. كنهز معلقه صغيره وكندير في هذيك الدوائر صغيرين شويه من الاحمر شويه عاوتاني في الخضر، وكتجي بحال اشاره المرور. انا راه زوينه فيسبوك وسولوني السيدات هذه هي العجينه اللي درت. اذا سمحتي بالنسبه لهاد الصابلي، واش ممكن يعني مثلا العجين ديال الصابلي ممكن نديرو بيه ديك العقده ديال التمر، ولا خصنا ديك الحلوه بوحدها يعني العجينه بوحدها؟ العقده ديال التمر ما كتكونش فيها البيض. كداك باش كتشوي شويه، لان التمر كيشرب لينا العجينه ديال هو ناشف وكيشرب لينا ديك الرطوبه ديال العجينه، الا كنا دايرين البيض غتجي قاصحه هكاك. يعني مثلا ديك الكعبه ديال التمر ولا هذه خاص ولا بدات ما يكونش. اذا كنا باغي نديروا العجينه ديال الكعبه ديال التمر غادي نديروا العجينه ديال الكعبه ديال اللوز. ديال الكعبه ديال اللوز. ولا كنا باغي نديروا المعمول غادي نديروا اما غير ربعه ديال الزبده وتقريبا كاس سكر كلاصي، كاس ديال اللي عندها سكر كلاصي، واحد ياغورت ديال البنان، ونجمعوا في الطحين. يعني هشيشه ما فيها لا بيض لا حتى شي حاجه، يعني غير هاد ربعه المكونات صافي. يعني قلتي لنا كاس العنبه السكر كلاصي وواحد ياغورت بنان وربعه ديال الزبده ونجمعوا في الطحين، واللي بغات تنسم الفاني وكنعمروها بالتمر ونفندوها في السكر كلاصي. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. نقدر نفيدكم بهذا، ولكن البيض ما كيكونش في العجينة ديال التمر. فعلا هي دي ملاحظة مهمة ما كناش نعرفوها واخا. وبالنسبة للكعبة ملي نكونوا نسرحوا العجينة ديال الكعبة ديما نسرحوا إما بالزيت إما بالزبدة. لا عاد نسرحوا العجينة لأن كما قلت التمر كيشرب. ونديروا الزبدة وسط الحشو ديال التمر باش كيجي شوية رطب. كيفاش؟ حول راح نديروا في الحشوة ديال التمر ديما نديروا الزبدة. يعني نص كيلو ديال التمر نديرو معلقه كبيره ديال الزبده. لان التمر ملي كنديرو في الفران شويه كيقفاح وكيشرب، اذا كانت عندنا الزبده كيجي شويه رطب. رطب فعلا. كاين شي سؤال اخر ندوز؟ لا صافي نمروا لحويجات اخرين الله يعطيك الصحه. الحلوه الثانيه غريبه بالسميده والكوك. غريبه بالسميده والكوك كتجي مشققه ورطبه بناء على طلبات المستمعات، يعني انا كنعطي غير اللي بغاو المستمعات. ان سته ديال البيضات غادي نديروهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي بحال اللي باغي نحضرو كيكه. سته ديال البيضات و 300 غرام ديال سنيده، يعني اكثر من رابعه. وجوج ديال الفاني، وغادي نخلطوهم مده 5 دقائق. سته ديال البيضات 300 غرام ديال سنيده ونخلطوهم مده 5 دقائق، عاد نفرغوهم في واحد القصريه. وغادي نضيفو واحد ياغورت ديال البنان ونخلطوا بيدينا. دائما حنا كنزيدوا المقادير حنا كنخلطوا. وهذا الكاس ديال البنان هذا الكاس هو باش غادي نعبروا نعبروا المقادير الاخرى، غادي نغسلوه ونخليوه هو باش غادي نعبروا. غادي نضيفوا كما قلنا واحد ياغورت ديال البنان، وغادي نضيفوا كاس ديال ياغورت خاوي غنعبروا به ديال الزبده مذوبه. كاس ياغورت ديال الزبده مذوبه وكاس ديال الزيت
قشرة ديال الحامضة كلها محكوكة، ومن الأحسن إلا كان حامض صفر. ملي كنخلطو هاد العناصر كنضيفو نص كيلو ديال الكوك، ما مطحونش عادي نص كيلو ديال الكوك، وحنا كنمعكو بالكف ديال اليد باش كتجي معلكة. كنمعكو مزيان مزيان حتى كيندمج لنا العناصر وداك الكوك كيشرب لينا داك الخليط ديال البيض. كنضيفو ثلاثة ديال الخمارات ديال الحلوى، ثلاثة ديال الخمارات ديال الحلوى. ومن بعد غادي نضيفو السميدة الرقيقة بين 400 غرام، ما كنكملوش نص كيلو، يعني انا كنحط حدايا واحد نص كيلو ديال السميده، كنبقى نكمل بشويه على حسب السميده واش كتشرب وعلى حسب حجم البيض. 400 شي مرات كندير 350، 450 يعني نص كيلو ما كنكملوش نهائيا، لان كتبقى لينا تقريبا واحد الحفنه هكا من هذيك السميده الرقيقه كتكون مرخوفه. من بعد كندهن يدينا بما زهر، ما كنغمسوش الحلوه يعني غير يدينا، وكنسندلو جهه ديال الحلوه في السكر كلاصي داك الرطب سبيسيال، وكنديروها في الطاوه وكندخلوها للفران كيكون سخون وشاعل من الفوق ومن التحت ولكن ناقص. لان هاد الغريبه ديال السميده كتجي صفراء ومشققه، وخص داك السكر الكلاصي اللي فوق منها يكون بيض. هذا الشيء اللي في هاد الحلوه. ونعاود بحلاوه بحلاوه، ان هاد العجينه راه يمكن لينا نديرو بها الكعبه ديال التمر. هكذاك واخا، عندنا نص كيلو ديال الطحين نديرو في قصريه، معلقه كبيره ديال الزبده لينه تقريبا 80 غرام، ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي، وجوج معالق كبار ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال العسل، وبيضه. عندنا نص كيلو ديال الطحين، معلقه كبيره ديال الزبده تقريبا 80 غرام ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي، وجوج معالق كبار ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال العسل، وبيضه، وكنجمعوا بشويه ديال الماء. كندلكوها مزيان، كتكون شويه قبطه راسها ما كتكونش جاريه، كندلكوها مزيان بالكف ديال اليدين، وكنغطيوها ببلاستيكه، كنخليوها تقريبا واحد الربع ساعه كترتاح. ومن بعد كنقسموا هذه العجينه على اربعه الكويرات ولا ثلاثه، وكنغطيوها ببلاستيكه وكنخليوها كترتاح. بالنسبه للحشو، عندنا كيلو ديال الكاوكاو هذاك الكبير المنقي، غادي نديرو كما كنقول دائما، غادي نديرو في واحد الزيت داك الكاوكاو الكبير المنقي البيض مفسخ، نديرو في واحد الزيت، وغادي نشدو واحد معلقه كبيره ديال الماء نديروها في كاس، ونديرو عليها واحد نقطه ولا جوج ديال روح اللوز، ونخلطو هذيك روح اللوز في ديك النقيطه في هذاك الماء، ونرشو به هاد الكاوكاو، ونجمعو هذاك الزيت اللي درنا فيه الكاوكاو، وكنبقى بحال اللي كنحكو عليه هذاك روح اللوز باش كيشرب لينا هذاك الروح. من بعد غادي نقليوه في الزيت يكون بارد، هاد الكاوكاو غنقليوه في الزيت بارد. الزيت كيسخن وحنا كنحركو حتى كيتذهب اللون ديالو. غادي نحيدو الكاوكاو من الزيت، غادي نخليوه كيستقطى شي شبكه ولا حتى كيبرد. غادي نحيدو منه تقريبا رابعه ولا ثلاثه صغيره هذا المتزين. واللي بقى لينا غادي نطحنوه. هو ملي كيتطحن راه مكيوليش غبره، لان راه مقلي في الزيت كيكون مهرمش رقيق. غادي نطحنوه ونضيفوا ليه معلقه صغيره ديال القرفه. هذا بالنسبه للحشو، الكاوكاو مقلي ومطحون زائد معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الزبده ونص كاس صغير ديال الماء زهر. ومن بعد غادي نبقاو نجمعوا بالعسل. حنا كنضيفوا العسل وحنا كنلمعكم بالكف ديال اليد هاد الكاوكاو حتى كنحصلوا على عقده. غادي نخليوه على جهه، وغادي نهزوه واحد الكويره من هذوك الكويرات اللي كنا خليناهم يرتاحوا. ندهنوا طبله بالزيت ونسرحوا بالمدلك، ما غاديش نسرحوا العجينه كلها، غادي نسرحوا غير واحد الطرف اللي غادي نستعملوه. بالمدلك غتكون رقيقه شويه، وغادي نصنعوا من هذا الكاوكاو غادي نصنعوا منه واحد الحرابل هكذا تقريبا قل من الفقاس شويه، وغادي نديروه على الجانب ديال العجينه غير في الجنب ديال العجينه، وغادي نلويو عليه العجينه بحال اللي بغينا نلويو على الكعب غزال ولا المقروط ولا، وغادي نقطعو بالسكين. يعني عندنا العجينه وسطها الحشو وعندنا بحال الحربل هكا، وغادي نبقاو باليد حنا كنحربلو العجينه والحشو في نفس الوقت حتى كيكون عندنا واحد الحربل طويل، ونبقاو بشويه كنقرصو بيدينا وفي الجناب باش الا قطعنا نحصلو على مربع. يعني الطريقه انا ان شاء الله اليوم غنديرها في الفيسبوك وتكون باينه. ملي غادي نحصلو على واحد المستطيل طويل غادي نقطعو مربعات بحال الكراميله مربع. من حيت غنقطع المربع غادي يكون عندنا الجناب ديال هذا المربع باين فعلا.
هذاك اللبان غادي نغمسو هذوك الجناب ديالو في بياض البيض ونفندوهم في الزنجلان محمر قصاين. يعني غادي يكون عندنا واحد المربع في الوسط فيه العجينه والجناب فيه الزنجلان. غادي نحطو في الطاوه ومن بعد هذاك الوسط اللي بان لينا ديال العجينه غادي ندهنوه بالصفار ديال البيض وغادي نديرو حبات الكاوكاو اللي كنا نقصنا غير النص ديالها غادي نديرو فوق المربع ونبقاو هكذاك غادي حتى كتعمر لينا الطاوه. مربعه وجنبها الزنجلان وفوق الصفار البيض وواحد نص كاوكاو. وغنخليوها تبات ليله كامله لان الا طيبناها راه هذاك الكاوكاو غيطير من الحلوه. ليله كامله نخليوها؟ ليله كامله ولا درناها في الصباح غنخليوها حتى الليل عاد نطيبوها. يعني نديروها في اللاطا ونغطيوها مزيان ونخليوها. يعني بلا ما تغطى نديروها غير في الفران بارد ونغطيو الفران لان الا غطيناها ما غاتيبس ليناش هذيك العجينه. واخ. ديما غتقرطبو حنا بغيناها تيبس باش داك الكاوكاو كيشد في هذيك العجينه اللي تسات. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ويعني ملي كطيبيها كيما حطيتيها كتبقى. كنطيبوها النهار الاخر كنطيبوها في الفران. كيتحمر من التحت عاوتاني تنزليها الفران ما غتكون عليها من الفوق حتى كيتصفر هذاك هذاك الصفار البيض وملي كنخرجوها مباشره غادي نسقيوها بيطرو تقريبا حتى لتر ونص ديال العسل فوق القهوه. نخوي عليها العسل ونخليوها واحد ثلاثه السوايع تشرب ونشيدوها ونديروها في قويعطات بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة. وصلت تبارك الله عليك راه ماشي وصلتي راه بقى غير طيبين هذا الشيء. الله يعطيك الصحة. بارك الله فيك. والله إلا كنشكرك بزاف. بالتفصيل الممل يعني باش تبان إن شاء الله السيدات. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ما بقاش الوقت نعطي بريوش خفيف. لا للأسف ما بقاش لنا الوقت ولكن مزيان أنه يلاه نتكافوا مع هذه الاقتراحات ونفهموهم مزيان من عندك ونوجدوهم إن شاء الله. الله يعطيك الصحة نزام طنطن. كنشكرك بزاف 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 على هذه الاقتراحات وتبارك الله على المجهود ديالك وعلى